أنتم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني في عيش صباحك، يوسف التهامي وفانا إمام. ودلوقتي بقى ضيفنا اللي منورنا النهاردة هو فنان لبناني لكن مصري أكتر من المصريين نفسهم. بدأ الأول كعارض أزياء وموديل فيديو كليبس، وقدر يلفت الأنظار ليه من خلال الفيديو كليبس كتير مع الفنانة نانسي عجرم. بعد كده بقى ضيفنا اتجه للتمثيل في 2005 وظهر في أعمال مصرية كتير بقى زي مسلسل اللعبة اللي بيعرض مؤخرا وهربانة منها ومملكة الغجر وأخيرا مسلسل العيدون في رمضان اللي فات. منورنا ومشرفنا الفنان اللبناني الجميل صالح عبد النبي. صباح الفل عليك. صباح الخير. ايه الاخبار؟ كله تمام والله الحمد لله. يا رب دايما. الجو حر الحمد لله. الحر باين علينا كلنا. صالح منورنا اول مره نجوم اف ام، يعني شرف لينا. ميرسي ليك والله. عايزين نبتدي بقى بمشاركتك في مسلسل العائدون. هو مسلسل وطني كده بعيد بقى عن اعمال الحب والدراما، فنتكلم كده ازاي تم ترشيحك للمسلسل. والله اولا ده بالنسبه لي كان نقله كبيره قوي بصراحه، وحاجه جديده ان انا اطلع من دور الولد الجان ومش عارف ايه ده. كنت مبسوط جدا في الدور، ولما الشركه كلمتني وعرضوا عليا الدور في الاول كنت حاسس ان انا بحب الكوميدي برضو يعني فاهمه، فبس قلت اجرب. لما قريت السكريبت حبيت جدا، حسيت ممكن انا ابقى جان في الدور ده، وممكن برضو ابقى شرير، وممكن ابقى حد بيضحك على حد، وممكن حد بيحب الفلوس وممكن يبيع بلده عشان مش عارف ايه. فبالنسبة لي كان دور حلو جدا. بس عايزين نعرف منك، هل انت التزمت بالشكل التقليدي للسيناريو ولا انت اضفت عليه الحتة؟ لا انا اضفت عليه طبعا. كان عندي واحد صاحبي مخرج مصطفى خاطر، قعدنا لعبنا يعني اتمرنا على الدور جامد جدا وحطينا التاتش بتاعتنا طبعا، يعني انا عشان مخرج فممكن تبقى برضو التاتش بتاعته حلوة. فضفت عليه حاجات اللي عايز اطلع من، يعني عايز اطلع من الكوميدي، عايز اطلع من الجان، مش عايز افكر في شكلي. عايز افكر ان انا حد خلاص عايز يبيع بلد وعايز فلوس وتاجر سلاح مثلا، فكل ده طبعا جهزت له. شركتك يعني في المسلسل ده خلتك ان انت تأجل اعمال تانية كنت في اعمال انت مرتبط بيها مثلا؟ كان عندي مسلسل في لبنان ومعرفتش اسافر عشان كان عندي مشكلة في الاقامة. فلو سافرت لبنان مش هعرف ارجع غير بعد شهر. فده هيبقى مشكلة بالنسبة لنا، واحنا لازم نخلص، احنا تقريبا خلصنا تصوير يوم 21 رمضان. فبالنسبة لي كان عندي، بس مع الأسف، بس برضو بالنسبة لي بصراحة كان العائدون بالنسبة لي أهم. انت فضلت العائدون بالظبط. كان ليك برضو مشاركة تانية في مسلسل وادي الجن، وهو عمل في فانتازي كده، وده عامة عمل الفانتازيا في العالم العربي بيبقى أحيانا بتبقى الإمكانيات محدودة فيها. بالزبط. انت بتفضل أي نوع من الأعمال؟ الأعمال الدرامية التقليدية اللي الناس واخدة عليها، ولا تحب تجرب تحديات مختلفة؟ بحب أتحدى نفسي، بحب الحاجات اللي هو أنا ما عملتهاش قبل كده، وده اللي أنا تعلمته في ورشة خالد جلال. إنك تطلع out of the box تقريبا. يعني أنا أول ما دخلت ورشة خالد جلال بيقول لنا ايه اكتر دور لو اتعرض عليك هتستغرب، تقول ازاي وانا ازاي اتعرض عليك كده وانا شكلي كده. فانا بقول له سواق توك توك. فبيقول لي بكره تجيلنا ومحضر مشهد سواق توك توك. وعملت وعملته كوميدي، والناس ضحكت جدا، وطبعا بمساعده بعض الصحاب عشان احنا كان بقى لنا 3 اسابيع تقريبا في الورشه. بس خلاص انت كسرت اول حاجه صعبه بالنسبه لك. فانا دايما بحب اتحدى نفسي، وممكن ابقى خايف بس ما عنديش مشكله. طب والتحدي الجاي اللي انت بتطمح ان انت تخشه بقى ايه هو؟ بص، هو انا يعني انا بالنسبه لي التحدي الجاي بحب اعمل دور
اقوى من اللي انا عملته. يعني انا كل مره بحب اعمل دور اقوى من اللي انا عملته، او ممكن يجي لي نفس الدور بس ممكن اعمله اضيف عليه حاجات كتير. طبعا عشان لما بتبص على نفسك في المسلسل بتلاقي انك انت في حاجات ممكن تعمل كده، تعمل هنا كده، وتعمل ممكن تزود كده، ممكن تزود كده. فبالنسبه لي بطمع ان انا اشتغل، ان انا اتعرف اكتر واكتر واكتر، اغير الادوار. يعني دايما بيجي مثلا اعمل كوميدي، اعمل اكشن، اعمل شرير، اعمل مش عارف كل ده انا بحب. بس ما بح... مع ان انا رومانسي جدا بس الدور الرومانسي ما بحبوش، ما بعرفش امثله قوي. يعني انت اصلا شخصيه رومانسيه بس تعرفش جداً. تمثل ما بعرفش. يعني انا لو تيجي تقولي لي انا وحشتك اقول لك والله ما... يعني لو وحشتيني هقول لك ما بعرفش اكذب في الرومانسيه خالص. بس لو هي وحشاك هتبقى خلاص بقى المشاعر هتبقى فياضه بالظبط. لسه هنفضل مكملين معاكم. منورنا الفنان صالح عبد النبي. اللي عايز يبعت له اي حاجه يقدر يبعت له على رقم الواتساب 015-5952-1006 او على صفحتنا على فيسبوك كمان نجوم اف ام 100.6. الاغنيه اللي جايه دي صالح هو اللي طالبها بنفسه، عشان بقى طبعا بدايته كانت مع الفنانه الجميله اللبنانيه نانسي عجرم. فتعالوا نطلع نسمع ساحر عيون ونرجع بقى نكمل مع حضراتكم ونتكلم على الايام دي بالذات، لان هي كانت بدايه انطلاق صالح عبد النبي بقى في عالم الفن. انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فانا امام ويوسف تهامي لسه مكملين مع حضراتكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه منورنا ومشرفنا الفنان اللبناني صالح عبد النبي. وزي ما كنا قلنا لكم في اللينك اللي فات ان احنا نرجع نتكلم على البدايات بتاعته، لان ناس كتير جدا من ساعه ما ابتدى لحد يومنا هذا بيحسدوه على البدايه دي، لان كان اول حاجه يظهر فيها فنيه كبيره كانت مع الفنانه نانسي عجرم في كذا كليب، مش كليب واحد كمان كنا عارفينك بالولد الامور اللي مع نانسي عجرم. احكي لنا بقى البدايات دي. بصوا انا بصراحه كل حاجه ابتديتها بالصدفه، حتى التمثيل في مصر كان صدفه، حتى الموديلنج كانت صدفه. ده سنه يمكن 99 ماشي في الشارع، فحد بيقابلني حضرتك بتصور اعلانات ده في لبنان؟ لا. طب تحب تجرب؟ فقلت تمام عادي ما فيش مشكله. رحت عملت اوديشن، طبعا يوم كنت مكسوف جدا ما بعرفش اتكلم مش عارف يعني. فالمهم عملت الاوديشن، لقيتهم بيكلموني احنا عايزينك معانا، عايزين حد مكسوف في الاعلان ده. فصورت اول اعلان. بعد كده لما الاعلان نزل، طبعا احنا اول حاجه بنبص المنطقه عندي، الناس عارفيني في المنطقه، ده صالح احنا شفناك في اعلان ومش عارف ايه. فانت فابتدت الناس بقى لازم لا تشتغل على الموضوع ده، الموضوع حلو قوي، وشك حلو على الكاميرا ومش عارف ايه. فروحت الايجنسي في لبنان، هو طبعا صاحبي لغايه دلوقتي وله فضل كبير عليا، اسمه نضال بشراوي. رحت له قلت له انا عايز اقدم موديلنج، قال لي تمام هتدينا صوره كده صغيره ليك، وبعد اسبوعين نكلمك تعمل فوتو سيشن والصورك تنزل على اللينك ونجيب لك شغل. رحت خدت لهم الصوره، تاني يوم بيكلموني صالح احنا في كليب لنانسي عجرم، خدوا كل الولاد اللي عندنا ما اختاروش حد، فياريت تروح تجرب. نانسي عجرم راح اجرب. قلت ماشي. رحت عملت الاوديشن، بعديها بيومين برضو كلموني صالح ما تحلقش ده انا هتصور معانا. انا هنا مش مصدق، انا ازاي يعني ضل بشراوي لغايه دلوقتي بيقول لي ده انت اكتر واحد محظوظ عندي في الايجنسي، انك انت تجي لي ولسه ما عملتش فوتو سيشن وتصور مع نانسي عجرم. فده بصراحه كان بالنسبه لي حظ من عند ربنا. طبعا عملت اول كليب وتاني كليب. كان اول واحد الاغنيه اللي احنا سمعناها سحر عيون، ياي سحر عيون. ده انا بحب الاغنيه دي جدا. بعدين عملت لون عيونك، بعدين مشتاقه ليك. اخر واحده كانت في حاجات في حاجات دي اللي الناس اتطلقت مش عارف ايه، والناس اللي اتخانقت وبقوا اصحابي. لما صاحبي رؤي يتخانق مع مراته تقول له ما انت كنت عند صالح اكيد في حاجات ما بقتش تحس مش عارف ايه. في مصر الفرصة جات لي الله يرحمها ميمس حال، جات لي لبنان تقول لي بص يا صالح انا ما اعرفكش، بس احنا عندنا في مصر كل الناس تقول الواد بتاع نانسي عجرم، فانا عايزك معايا في فيلم فتح عينيك. برضو كل ده كان بالصدفة. وجيت مصر وعملت اول فيلم فتح عينيك،
فالحمد لله يعني في حاجات كانت صدفة، بس أنا كبرت نفسي يعني اتمرنت، حاولت أسعى أن أنا يعني زي معركة مع نفسك تخوضي الحاجات دي، بس هي دي، فكل حاجة كانت صدفة، كله كان حاصل صدفة. بس أنت قبل كده كنت بتعمل إيه يعني؟ لو ما كانش الراجل ده شافك في الشارع وقال لك تعال أعمل أنا كان عندي صالون حلاق رجالي. يعني قليل الناس اللي تعرف الكلام ده، بس أنا كان عندي صالون وكنت بحب الحاجات دي. وقفلته دلوقتي؟ قفلته من زمان، قفلته من زمان، بس فهو ده اللي انا كنت بعمله. طيب صالح، ممكن ترجع تاني للموديلنج مع ناس معينه تبقى عايز تطلع مع ناس معينة؟ مين يعني؟ مثلا هقول لك على حاجه، انا عملت مع نانسي عجرم من اول كليب، فما ينفعش انزل طبعا بالنسبه لي. اكيد. بس انا مثلا بالنسبه لي بعشق اصاله، بحبها جدا يعني، ما بسمعش غير أصالة. انت لو تمسك الموبايل عندي هتلاقي ما فيش اغاني عامل لها داونلود غير أصالة وكاظم الساهر، بس كده. بس الباقي ممكن اسمعه في اي حته، اعمل يوتيوب ادخل لو عايز اسمع، بس اللي بسمعه دايما أصالة وكاظم الساهر. بس فانا لو عايز اعمل حاجه ممكن اعمل مع حد في مستوى نانسي، ممكن اعلى من نانسي معرفش، بس بحب عشان دي بداياتي. انا اي حاجه يعني، انا اي حاجه بتفتح لي باب بحبها جدا. فانا ممكن اعمل موديلنج بس مع ناس معينه. ناس معينه. طب تعالى نقرا لك شويه مسجز بقى، بما ان احنا بنتكلم على الشكل. طبعا مش محتاجين نقول للمستمعين ان معظم او 90% من الرسائل جايه من الجنس الناعم يعني. بس كده. في حد بيقول ياي سحر عيونه ونظراته فعلا، بس سيبك انت جو مغطي على القعده ببلدي يوكا. ربنا يجبر بخاطرك يا بسمه، ربنا يجبر بخاطرك. جميله يا بسمه والله. ربنا يجبر بخاطرك. احنا يعني بخاطرك. عشريه برضه تسمعنا كل يوم، فقالت لك ما زعلكش بس عشان ادتني كلمه كده. في مسج بقى عندي، حد بيقول لك صالح انت انسان جميل وشيك جدا، انا واحده من الناس اللي بعشقك، وانت جان في كل ادوارك، وللعلم انا كتبت لك حته شعر كده اتمنى انها تعجبك، فانا هديك الشعر انت تقراه بنفسك. اوكي، انا اقراه. اهو دي المسج، عشان هيبعته لك باللبنين. المسج الطويله دي. لا بصوت عالي بقى فرحنا. اتمنى صالح ايش فيك، كلمتك امبارح. ايه ده؟ ايه ده صالح، كلمتك امبارح وانت ما ردتش عليا. ليش بتضحك انك ما تكونش رومانسي، وليش لقلبي عم بتعمل انك بتقسي بتقسى بتقسى. تعرف بدي المس ايدك، بتكون يعني اجمل لمسه. خلينا طيب تعالى نجيب الشعر على جنب، نحاول كنا ممكن نبعته بالعربي بالمصري. بس الاخر بتقول بهزر معاك. لا لا، هي عامله مجهود يعني، بعت لك الشعر باللبناني ويعني واضح ان هي بتصبح عليكي برضه. صالح ليش ما تسمعنا حاجه بصوتك الجميل؟ والله بكون ماشي. شفت بقى، مش عايزين نحرجها. هنعمل كده. انا صوتي جميل يعني؟ انت احنا سمعنا الموضوع ده، عايزين نتاكد بقى الموضوع ده صح ولا ماشي. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده كمان شويه ولا عايز دلوقتي؟ لا هتسمعني اغنيه بعدين يعني، انا عايز اسمع اغنيه بعدين انا هغني مقطع من الاغنيه. اوكي طيب، خلينا نتكلم دلوقتي بقى، نبعد عن الشكل شويه يا جماعه ونخش على اللهجه عامه. هل بتلاقي صعوبه بسبب اختلاف اللهجات بين اللبناني والمصري؟ هو ممكن في سبب اختلاف الكلام طبعا. هو اللكنه، انا اول ما جيت كانت صعبه بالنسبه لي طبعا، وانا لسه راجع من لبنان دلوقتي، فبرضو قعدت شهر في لبنان. فعارف اللكنه برضو رجعت لورا شويه، مع ان انا كنت شغال عليها جامد جدا. كنت بنزل اقعد في كافيهات لوحدي كده، اقعد اسمع الناس بتتكلم، ومعظم الناس بتتكلم بصوت عالي. ده حقيقي. فانا يعني انا مره مثلا كنت قاعد في قهوه شعبي في الدقي، فلقيت حد بيتكلم على التليفون والله ساعه، هو ماسك التليفون عمال يزعق وانا عمال اسمع اسمع اسمع. طبعا صحابي معايا مثلا لو في اي كلمه مثلا مش عارف معناها مش عارف ابعت لهم. هو طبعا انا لو اقول لك على الكلام اللي حصل معايا انا طبعا يعني يا ريت ما نقولش الكلام. متخيلين يعني في حاجات كتير جدا انا ما كنتش عارفها. مثلا مره قاعد في الجيم، فقعد بريح كده، فلقيت واحد بيقول لي ايه فيصت. انا بص ورايا كده، تأكيد مش بيكلمني، بيقول لي ايه فرهد. هو قال لي كلام عربي وبيحاول يسهلها لك. بقول له حضرتك كلمني؟ قال لي بقول لك ايه. قلت له ايه فيصت؟ فقال لي انا تعبت تعبان. قلت له طب ما تقول تعبان. تقول تعبان. فيصت وفرهدت. فلا في كلام انا كنت دلوقتي خلاص بقيت عارف، بس لغايه دلوقتي في حاجات مثلا
يعني مثلا مره كنت بصور فبقول له واحنا هنصور امتى؟ بقول لي يا باشا يا باشا عادي الدنجل. فانا بقول له ايه الدنجل؟ فالمساعد عندي بقول له ايه الكلمه دي؟ قال لي يعني اقعد ما تفرقش معاك، خد راحتك. اقسم بالله انتوا عليكم كلام. مره مثلا روحت بتاع موز، فاقول له عايز موز، قال لي عايزه يقعد. قلت له يعني ايه يقعد؟ قعدت انا طبعا عندي مخيله كوميديه جدا، يعني يعيش معاك اصلا، انا هقعد اتفرج على التلفزيون واحط الموز معايا، اقول له ايه الفيلم عاجبك؟ فروحت لصاحبي بقول له يعني ايه موز يقعد؟ لوكس انا مش فاهم. قال لي يا ابني يعني يبقى اخضر، يعني يقعد عندك اكتر. بالظبط. قلت له طب تمام ماشي. ففي حاجات ما كنتش عارفها، بس بعدين ودي بتسبب لك مشكله في شغلك؟ هي سببت لي سببت لي مشكله مره في الشغل، لا بس في الحياه عامه. لا ما انت الحياه عمال بتحكي. يعني في حاجات نفس الكلام بس ليها معنى تاني. انطر عندنا يعني استنى انطر عندنا يا عم حل عني. بالظبط. للاسف هيكون في حاجات كده اللي هو يبقى قصدك خير بس بتتفهم بمعنى تاني. بالظبط. طيب انت قلت لنا ان انت مشاركتك في الاعمال الكوميديه وانت بتحب الكوميدي قوي، وشاركت في مسلسل لعبه وفي حاجات تانية. شايف ان انت عايز تركز في الكوميدي اكتر دلوقتي؟ لا انا 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 بعد ما عملت العائدون حسيت ان انا ممكن اركز في الكوميدي وده والسيريس، اللي عشان انا شفت نفسي في اللعبة حلو، وده صعب ان حد يلاقي نفسه حلو. انا ممكن لغاية دلوقتي ممكن مثلا اشوف مشهد انا مش عاجبني اللي انا عامله، بس انا في اللعبة والعائدون حسيت ان انا اقدر العب كده والعب كده. بس انا ما بحبش اركز في حاجة واحدة، بالعكس انا بحب اشوف نفسي في كل الادوار الا الرومانسي مش قوي. مش عايز رومانسي. طب خلينا نتكلم عن مشاركتك في اللعبه وفي رايح المدام. يعني عملين كوميديين جدا ولقوا استحسان بقى الجمهور، فكلمنا عنهم. بالظبط. اولا في ياسمين عبد العزيز انا حسيت الجمهور بتاعي بقى اللي هو الاعمار الصغيره، العيال يعني. بقى عيال كتير جدا عايزه تصور معايا، وايلي ومش منها. عارف في هربانه منها. ايه ده ايلي ومش عارف ايه والكلام ده. فقلت يا ده انا في المسلسل ده عملت جمهور نوع جديد. في اللعبه برضو برضو كان حلو بالنسبه لي طبعا. انا كنت داخل ان انا العب الدور جدي، عايز العبه جد، ان انا خلاص انا موظف مش عارف ايه، فما ينفعش ابقى كوميدي. فبعدين قلت لا، هو انا ازاي ما اعملوش كوميدي؟ ده انا مع شيكو ومع هشام، لازم يبقى كوميدي ما ينفعش. فبعدين قعدت اقرا السكريبت، قعدت اقول لا هنا هقول كده، هنا هعمل كده، هنا هعمل كده. فخلاص قلت انا خلاص انا هعمله كوميدي، وده اللي كان مطلوب ان انا يتعمل كوميدي، ما ينفعش ان انا اعمله جدي قوي والناس كلها كوميدي. فبالعكس كان حلو. وعايز اقولك اكتر حاجة يعني انا في لبنان ولا مرة، يعني انا في مصر ولا مرة عملت حاجة مثلا وسمعت في لبنان غير اللعبة والعائدون. دول يعني اكتر حاجة ممكن يعني تكون سمعت. انا لسه راجع من لبنان، فروحت عشان اشترك في جيم كده في الشهر اللي انا قاعده، فواحد بيقول لي نقول لك يا صفوان ولا نقول لك مش عارف ايه. انا قلت ده انا ما خدتش بالي يعني. قلت له لا انا اسمي صالح. قال لي صفوان ولا مارك؟ قلت له انت بتكلم. معلش انا اسف والله انا بنسى والله ما خدتش بالي. عندنا وقت نكمل ولا عندنا ممكن نطلع نسمع اغنيه الرغم علامه؟ ماشي. ونرجع ماشي. نكمل معاكم تاني، ولسه منورنا ومشرفنا الفنان اللبناني صالح عبد النبي. اللي حابب يبعت له اي حاجه يقدر يبعت لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. المايك بعد اذنك. لسه الفنان صالح عبد النبي منورنا هنا في الاستوديو في عيش صباحك. لسه عندنا اسئله كتيره جدا. عندي سؤال كده، يعني لو اتعرض عليك سيناريو او عمل لبناني وعمل مصري هتختار ايه فيهم؟
مش قصدي اعمل مشاكل خالص يعني، سؤال عادي كده. بصي هو انا بصراحه مصر ليها فضل كبير عليا جدا في التمثيل، وانا كانت اول فرصه تمثيل ليا بالنسبه لي في مصر، فانا طبعا في مصر بصراحه يعني عشان البلد اللي فتحت لي باب التمثيل. في لبنان انا عملت، بس انا بالنسبه لي بصراحه مصر. مصر. طب انت تحب بعد يعني كده؟ انا اسف، لا براحتك. يعني انا من زمان مثلا اول ما ابتديت لما كان بيجي لي مسلسل في لبنان او اعلان في مصر كنت بفضل ان انا اجي الاعلان في مصر. اولا عشان بحب مصر، بحب اللكنه المصريه، وبحب اسافر. مصلحه يعني. مصلحه بقى. في طيب مصلحه. انت عامه نفسك الفتره اللي جايه تكمل في الاعمال الدراميه ولا نفسك بقى تعمل حاجه في السينما؟ بص هو انا بالنسبه لي الدراما بحبها اكتر من السينما. انا عملت فيلم من فتره كده في السينما مع عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر. بس انا بالنسبه لي انا بحب اشتغل، يعني انا بالنسبه لي المسلسل بياخد معاك وقت طويل، فانا بحب انزل كل يوم اروح اللوكيشن. ممكن الفيلم يخلص في يوم ولا يومين، بس انا بالنسبه لي كدراما بحب ان انا كل يوم احس ان انا موظف لازم انزل اروح اصور وارجع، فبحب الدراما اكتر. بعد مسلسل العائدون بقى حاسس ان انت لازم تكون متواجد في كل موسم رمضاني، هتحرص على ده؟ والله انا هحرص على ده، بس ده برضو توفيق من عند ربنا. انا بسعى. انا العائدون الشركه كلموني دايركت يعني، ولا انا رحت ولا كلمت اي حد، فانا بحس ان احنا بنسعى بس في الاخر التوفيق من عند ربنا. فطبعا طبعا ما فيش ممثل في العالم ما بيحبش يبقى موجود في السيزن، اي سواء كان سيزن رمضان او بره مثلا، بس ده بيبقى صعب بالنسبة له لما ما يبقاش موجود، عشان نبقى صريحين يعني. فلا طبعا الواحد بيحاول يحرص على الكلام ده. طب مين اكتر حد صالح من اللي انت اتعاملت معاهم سواء مخرجين او فنانين او كتاب اشتغلت معاه واستفدت منه؟ بص اولا انا زهايمر في بتنسى الاسامي كتير جدا، وانا ما ينفعش اقول دلوقتي، بس العائدون المخرج كان فظيع جدا. انا رحت عامل الشخصية حاجة تانية، فمن اول مشهد قال لي لا انا عايزك تعمل الشخصية كذا، فغيرت على طول دايركت، غيرت وانا في اللوكيشن، قلبت. فبصراحة مخرج كان فظيع. تحية كبيرة مننا طبعا للمخرج احمد نادر جلال، مخرج مسلسل العائدون اللي كسر الدنيا في رمضان بالزبط. اللي فات. مين بقى الفنان والفنانة المصريين اللي انت تتمنى تقف قدامهم؟ بصي انا بحب دينا الشربيني قوي، وبحب انا مش هفتكر اسامي. لا يعني تفتكر اسم اللي بتحبه بقى. لا ما انا والله انا زهايمر في الاسامي برضو والله. حتى لو حد بتحبه. والله ما شاء الله. يعني دينا الشربيني حافظ اسمها، واللي كانت معانا في العائدون أمينة خليل. دول بحبهم يعني، بحبهم بالشكل أوكي. وتمثيل برضو بحبهم جدا. مش هقعد أقولك النجوم الكبار يعني، مثلا أقف زي عادل إمام عشان ده أي حد بيتمنى الكلام طبعا. بس أنا بالنسبة لي دول بحبهم. أنا كان حلمي أن أنا أمثل مع أمير كرارة وعملت، بس ولا مرة قلت أن أنا حلمي أن أنا أقف جنب أمير كرارة، مع أن أنا مفيش مشاهد بيني وبينه، يمكن مشهد صغير بس. بس شفته وصورت مشهد صغير بس انا الاثنين دول بصراحه بحبهم. طب شايف ان مشاركتك الاخيره في الدراما المصريه او غيرها خلت اختياراتك اصعب بقى في الخطوات اللي جايه؟ طبعا خلتني دلوقتي ان انا اختار، ما اقولش قبل ما اقرا السكريبت، قبل ما اخد فكره، عشان انا يمكن في الاول كانت اي حاجه بتجي الحمد لله ولا مره جات لي حاجه وندمت عليها الحمد لله. دي اول حاجه. اسالك على السؤال ده. ولا مره جالي ان انا ندمت. بالعكس انا بشوف ان انا كل عمل بتعلم فيه اكتر، مش بتعلم تمثيليا، بتعلم ان انا اتعامل ازاي، اختار الدور ازاي، اقرا السكريبت ازاي، ما اسمعش كلام اللي هو هيقول لي بص احنا عندنا دلوقتي مشهد ومش عارف ايه هيكسر ده، مش هصدق بصراحه الكلام ده غير لما اشوف واقرا. ده اللي انا اتعلمته.
طيب ايه العمل اللي ممكن يتعرض عليك وما توافقش ابدا ان انت تعمله؟ ما وافقش ابدا. بص، يمكن في الاول كنت بقول مثلا لو جالي حرامي سواق توك توك، بس بعدين بصراحة بقيت اقول اجرب كل حاجة. يعني موضوع سواق توك توك انت عملت الدور ده في الورشة زي ما عملته في الورشة. بس في التلفزيون اعتقد الناس هتضحك عليا عشان مش لايق. ما احنا ممكن نعمله كوميدي بقى، يعني عشان يبقى انا عملته كوميدي في الورشة على بالزبط. فكرة بس ما اعرفش يعني ده هيبقى فيه تفكير، يعني ده ممكن استشير صحابي اقعد معاهم كده اسألهم ده انا جالي كذا ايه رأيكم، ممكن اعمل مشهد لو لقيتهم بيضحكوا لو اشوف الرياكشنات بتاعتهم. بس طيب احنا لسه منورنا ومشرفنا الفنان صالح عبد النبي ولسه هنخليه يغني حاضر عشان جاي لنا مسجز كتيره جدا ناس بتطالب بقى وعجبهم صوتي في المايك عجبهم يعني. شكلك فقالك اكيد الشكل ده وراه وراه مفاجاه. وفي مسج ثانيه بتقول لي عايزين صالح يقلد حد، فانا مش عارفه عايزين صالح يعمل اي حاجه. هنرجع بعد الاغنيه اللي جايه اللي صالح طالبها برضو هي وائل كفوري البنت القويه، هنرجع نشوف بقى المواهب المدفونه عند صالح يغني ويقلد ويعمل كل حاجه انتوا عايزينها. واللي حابب برضو يطلب منه اي حاجه يقدر يبعت لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ورجعنا لكم من اول وجديد على نجوم اف ام. نتمنى ان شاء الله انه كل شيء يكون عم بيعجبكم حكياتنا وكلامنا كله مع بعض وتكونوا مبسوطين ونكون صبحنا عليكم بشي حلو. كتير مهضوم والله، كتير مهضوم. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل عليكم. طيب نغني بقى ولا ايه؟ عشان ناس كتير قوي عماله تقول بقى يا جماعه صالح لازم نغني. ماشي، واحنا عرفنا ان في موهبه الغنى. لا هي مش هي... خلينا نقول موهبه الغنى. كان في تجربه. هنتكلم عن التجربه دي بس. تجربه بالظبط. طيب انا هغني الاغنيه اللي انا كنا بنسمعها دلوقتي، طبعا مش كلها يعني. غني زي من غير مزيكا. اوكي. وهالبنت القوية شو غيرت في من الأول وجديد. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي، وشو بعمل بحالي مش معروف. هو اللغه اللبناني صوتها حلو لوحدها، يعني هي نفسها غنى ما شاء الله. طب تعالى نتكلم عن تجربه الغنى اللي انت كنت بتكلمنا عليها اوف اير كده ونحكي للناس اكتر عنها. بص انا اولا عندي واحد صاحبي بتديه اي موضوع يكتبه، فانا بصراحة حسيت ان البنت لما تختار لازم تختار صح. لقيت عندي صحاب كتير جدا اللي هو انا متخانقة مش عارف مع ايه واتطلقت ومش عارف ايه، فحبيت اعمل موضوع تبقى اغنية وتبقى نصيحة في نفس الوقت. فعملت اغنية بميت راجل. فديت لصاحبي الموضوع قلت له انا عايز اغنية بس فيها نصيحة للست تعرف تختار. كتب الاغنية في ساعة، اسمه في ساعة. احمد سعيد. موجه له اصبح عليه وانا نايم دلوقتي. صباح الفل. صباح الفل. وبحب اصبح على سالي وعلى سارة عشان هم اللي بعتلي دلوقتي ان هم شايفيني بيسمعونا دلوقتي. بيسمعونا. فما فيش ساعة بيكلمني بيقول لي اسمع يا صالح كذا كذا كذا، فقلت له طب شيل دي حط دي حط دي. فبعدين عجبتني الاغنيه جدا، عملنا اللحن وعملنا المزيكا وصورناها، صورتها برضو كليب. هي كانت جاست فور فن يعني. انا بصراحه كان بالنسبه لي نصيحه اكتر من ان انا عايز اغني. فكانت تجربه حلوه بصراحه. وانت عاملها راب صح؟ عاملها راب. طب ايه 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 لا مش هغني راب من غير مزيكا، ده صعب جدا. صعب خلاص ده صعب جدا. انا عادي هلا. طيب بس يعني ممكن اقول لك كلام بعض الكلام اللي هو في الاغنيه، بس ان انا اغنيه في الراب صعب. هتبقى صعبه طبعا. يعني الاغنيه بتقول قبل ما تدي الراجل حاسب استني تفكري، ما تخليش قلبك
وتدي الراجل حاسب يستني تفكري، ما تخليش قلبك سايقك وبعقلك فكري، اديله راحته يفكر ويدبر ويقول ده راجل شهم وابن اصول ولا مش مسؤول. عملتها باللكنه المصريه، باللكنه المصريه بس يعني هو ده بيتكلم انك انت تختاري، شغلي عقلك قبل قلبك، ولو هو يقدي المسؤوليه والكلام ده. الاغنيه كلامها حلو جدا. حاسس ان انت ممكن تكمل في الحته دي؟ لا لا انا جربت بس تجربه تجربه وخلاص. طب ما افرض نجحت لو الدنيا كلها صدف زي ما بتقول. اه بالظبط، هي كلها بالظبط، تمثيل صدف، ممكن يبقى بالزبط. غنى صدف. انا عملتها كده والله، بس يعني انا حبيت تبقى اغنيه نصيحه بس يعني مش اكتر. طيب ايه الدور بقى يعني لو نفسك في ايدك كده ان انت تعمل دور معين بعينه دلوقتي كده يجي لك الورق بتاعه، في دور في مخيلتك؟ هو ممكن انا اقول لك ابقى عايز مثلا بحب ادوار مثلا فان ديزل، بحب ادوار ذا روك. انت عايز اكشن جيسون؟ اه يعني نفس المايه بتاعت احمد مكي كده عندنا في الفتره خصوصا في ظروف الاختيار كان عامل دور في السكه دي. بالظبط. اه صح. طيب لو جات لك فرصه ان انت تمثل قصه حياه حد، امثل قصه حياتي؟ حياتك انت؟ اه ما شاء الله. والفيلم هيبقى اسمه ايه؟ بس امثل قصه حياتي عشان انا في مراحل حياتي تعذبت كتير جدا. عشان اوصل للي انا فيه ده تعذبت كتير جدا، وانا عندي واحد صاحبي في الورشه كان بيكتب حاجه عن قصه حياتي. وكلمني كان بيسالني عن الحلاقه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. في مراحل في الحياه اللي هو تعذبنا، اتسرقنا، الصحاب كانوا مش كويسين معانا، عانيت يعني من الحاجات دي، فتعرضت لمشاكل كتير قوي في حياتك جداً. حابب ان انت يعني تعمل دور يجسد الحاجات دي كلها في حياتك. برضو يبقى نصيحه انك انت ما تثقش بحد، انك انت يعني في حاجات كتير جدا حصلت معايا في الحياه. انا عشت في دبي سنتين. اللي خلاني اسافر دبي حاجة حصلت معايا في لبنان وقلبت لي حياتي كلها، واكتئبت سنتين، قعدت ما باكلش ولا بشرب ولا بعمل اي حاجة. فده اللي خلاني ان انا خلاص بعد الاكتئاب السنتين ده قلت ان انا طب مفيش حاجة هتغير. وبعد السنتين دي حلفت ان انا مفيش حاجة هتزعلني في الدنيا. معاش ولا كان اللي زعلك عشان اكتشفت، معاش ولا كان اللي زعلك عشان اكتشفت ان الزعل ما بيغيرش حاجه. القدر مكتوب، كل حاجه بتحصل معاكي ربنا كاتبها، بس احنا بنسعى. بس اكتشفت ان الزعل بيجي على صحتك. لو انت نسيت اللي حصل بس اتعلمت منه عشان ما تقعش في الغلط قدام، ده الصح. صح، ده حقيقي. صالح عبد النبي انت نورتنا النهارده، ولازم مستنيينك تجي لنا تاني يعني. ان شاء الله وتغني. حضر لكم اغنيه. ايوه حضر لنا بقى اغنيه. صباحك زي الفل. صباحك فل، وصباح على الناس كلها، احلى صباح ويسعد صباحكم باللبناني. صباح الفل عليكم، اكيد استمتعوا بالحلقه دي زي ما احنا استمتعنا بيها. بالظبط، للاسف حلقتنا خلصت، ولكن كلامنا لسه ما خلصش. بنكون موجودين مع حضراتكم كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح مع فن امام ويوسف التهامي. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل. كنتم مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.